اوكي. Alors maintenant صبايا وشباب رح نتذكر انا وياكم لي بارتي دو لا فراز. Alors chaque phrase يعني الجمله هي عباره عن مجموعه كلمات. شو هن اجزاء للجمله؟ هن سوجي فاعل، فيرب فعل، وكومبليمون مفعول. فاذا سوجي فيرب كومبليمون فاعل فعل مفعول. Regardez ici les élèves, le فاعل شغلنا كله بالفاعل. عندنا الفاعل peut se repartir en trois groupes. Le premier, هو nom commun, يعني عام ومشترك. Le deuxième, c'est un nom propre, يعني اسم خاص أو اسم علم. Ou le troisième, ce sont les pronoms. Alors, اسم العام والمشترك, nom commun, مثلا فيني أقول professeur, فيني أقول enseignant, فيني أقول élève, هو الكلون هو عام. يعني عندي أكثر من 100,000 أستاذ, عندي أكثر من 100,000 تلميذ. فإذا بيكونوا عام ومشترك. أما الخاص فهو لما بقول شذا، لما بقول جودي، لما بقول روان، ولما بقول محمد. ننتقل على البرونو. البرونو هن الضمائر. الضمائر اللي هن جو، تو، إل، أل، نو، فو، إل، وأل. طيب رح نكمل يا صبايا ورح نشوف أيمتى فيني حط وشو فيني حط مع كل اسم. لحد هون شذا، محمد، جودي، روان، في شيء مش مفهوم؟ في شيء بدكم يفسر لكم اياه ولا لا؟ سافا؟ لا لا تمام. تمام. فاذا يا شباب ويا صبايا هون عم يقولوا لي انه انا الجو ما فيني حطها اذا انا كان عندي وراها او فويال او اشويه، ما بقدر احطها. انا لازم حط، لازم اشطبها، حط جي ابوستروف وكمل الكلمه. سوري. فإذا نحط جي أبوستروف وكمل الكلمة. لما بيكون في عندي أو فويال يعني هني أ أو إي أو أو إي غريك، والأشوية اللي هي الأش التي لا تنفصل. تمام؟ هلا يعني هو أنا لما بحط الشرطة دي أو الأبوستروف دي بيبقى جاي بعدها حرف ساكن ولا متحرك؟ متحرك فويال أو متحرك أو هذه الأشوية اللي هي الأش التي لا تنطق. أوكي تمام. تمام. ما بس الجي على فكرة، حتى بالابوستروف بكثير امور هي الابوستروف بتكون موجوده وكله لنفس السبب. فاذا نحن خلصنا هون رح نقط مثلا ليكو عطينا هون هن المثل، عطينا جيم لو فير. طبعا جيم شو عندي؟ حرف متحرك اللي هو ا، وانا بالاساس عندي او بالاول بس بشطب الاو من الجو وبخلي بس الا. هون مثل جابيت عندي اشميه، كمان عندي جو بشطب الاو من الجو وبخلي الاشميه. هلا عندي ال 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 ال، هيدي كثير سهله يا شباب ويا صبايا. ليش؟ الال والال، الال اول شيء الال خليني اقول يلي هي هيدي، هيدي بتنحط بدل اسم انسان مذكر او اسم يعني عاقل او غير عاقل ولكن مذكر مفرد. الال هيدي تنحط لعاقل وغير عاقل ولكن مؤنث مفرد. هيدي لعاقل أو غير عاقل مذكر ولكن جمع. أما هيدي فإذا عاقل وغير عاقل مؤنث جمع. طيب مثلا عندي أدل. أدل هو عادل يعني اسم صبي، طبعا بدي أحط محل إيل لأنه هو مذكر وعاقل. عندي لوسبور الرياضة، هو اسم مذكر ولكنه غير عاقل، كمان بقدر أحط إيل لأنه نحن مثل ما قلنا إيل عاقل غير عاقل ولكن مذكر مفرد. تمام. بالنسبه للال عندي جولي، هي بنت، عاقل، مؤنث مفرد، بحط لها ال. عندي لا كولور، كمان مؤنث مفرد، بحط لها ال ولكن غير عاقل ولكن نفس الشيء. علي اسامي هن اثنين شباب، فاذا بدي احط لهم ال افيك اس. ولي جارسون كمان هن شباب، فاذا كمان بحط ال افيك اس. حتى فيني اقول لي كيه الدفاتر، غير عاقل ولكن فيني حط ال افيك اس لانه بقول ان كيه او لو كيه. عندي علي ايمونا، طبعا اذا بتتذكروا قلنا لما بيكون في صبي وبنت كفه الشباب بترجح وبالتالي بحط ال افيك اس. لما بيكون في عندي منى ايهودا اسمين بنات، فاذا هي ال افيك اس. ولما بيكون عندي ليفي يعني كمان بنات، ال افيك اس. اخر الشيء لما بيكون في عندي اسم مع موا لازم حط نو، ولما بيكون عندي اسم مع توا بدي حط فو. صبايا لحد هون، محمد
مين فيكم عنده أي سؤال يا ريت تسألني هلأ؟ جودي فتحتي المايك وسكرتيه، كان بدك تقولي شيء؟ لا كنت عايزة أقول كله تمام، اه بس اوكي صوتي كده بقى أسمعه. ولا يهمك، بس اذا عندكم اسئله والله اسالوني، انا فيني ساعدكم، يعني هلا بقدر ساعدكم، بوقت المسابقه ما راح اقدر ساعدكم. لا تمام، هو بس اللي هو بيقول اللي هو يستخدم الضمير فو بمعنى حضرتك بدل من ضمير تاني، صح، ده ايه ده؟ ما فاهم انا ما وصلت لها. يعني. يلا سويني بقى. تمام ايه اوكي. الابل شذا كله ماشي حالك فيهم؟ لا تمام، اللي فوق تمام. كويس. جودي قال اوكي. روان ومحمد ماشي الحال باللي قطع هلا هي البارتي؟ ايوه يا مستر. تمام. شذا حنكمل هلا الجيل اللي عم تسالي انت عنه، هن عم بيقولوا لنا فو تستعمل بدل تو، لان لما بنكون عم نحكي مع شخص انا في بيني وبينه احترام وبالتالي ما في علاقه صداقه بيناتنا، فانا يستحسن اني ما اقول له مثلا كومون تالي فو، يعني كومون فاتو، لانه انا لازم يكون في احترام بيني وبينه، فالمفروض اني احط فو. هيدا الشيء انتم ما رح يقطع معكم كثير هلا حاليا يعني، بس انتم لازم تعرفوا انه ممكن تلاقوا هيدا البرونوم فو بدل ما هو يكون للجمع ممكن تلاقوه لشخص واحد، ولكن ليكون في احترام بينكم وبينه. تمام؟ بس هيك. تمام. اوكي. رح ننزل هلا على الاكزرسيس، شوفوا صبايا. مش رح اعمل اكزرسيس هلا، بدي اتاكد اني لحقت عملت ريفيزيون للكل، ولا بنعمل على القليله كم وحده؟ يلا بنعمل على القليله كم وحده. رح نبلش مع شذا. يلا يا شذا. تمام. اني ليف شو بدي احط؟ اني ليف اني ليف هيبقى ثانية. فكري ال فكري. يعني اي ال وحده اي رقم؟ النمبر 2. برافو عليكي. ليش؟ لانه كلمه مذكر انا عرفتها من خلال الان ما فيها او، ولان منا جمع فاذا بحط ال سان اس. برافو عليكي يا شذا. يلا يا جودي. يوسف اسامي ال افك اس. برافو عليكي يا جودي. يلا يا روان ان كولور تبقى ال ثالث واحد. ثالث وحدة ال. اكسلنت يا روان، لأنه مؤنث مفرد. يلا يا محمد بن سار. ال رابعة يا بس. ال الرابعة، برافو. طب أنا هلا أختاركم اختيارات. شذا عملي لي ويت. تمام. ثانية. كمال اتلي هتبقى ثانية هنا شاب صح؟ هتبقى ال ابيك اف صح. محمد مش محمد بلا محمد، بس ثواني خليني انزل الصوره. محمد اعمل لي ملاك إرادوا. نمبر 2 بي. بي، برافو عليك يا محمد. روان اعملي لي سيف اتوا. سيف اتوا سيف اتوا هتبقى فو. برافو يا روان. جودي اعملي لي جان اي موا. تبقى نوم. نو، تري بيان يا جودي. شذا مسيو فادي. مسيو فادي ثانية. ال ال افيك اس، ما هيك؟ اكيد. محمد افيك اس ولا من غير؟ لا ايه، من اس ولا من غير؟ من غير اس. ليه؟ مسيو فادي. اوكي واحد. انا عم بطلع على اللي تحت. اوكي حبيبتي ماشي. اوكي تمام. محمد لي في الي جارسون، اي وحده بختار؟ إلافك اس. برافو يا محمد. جودي دي كوبين يا جودي. دي كوبين. دي كوبين. ال ال ايه، بأس ولا بلا أس؟ بلا أس. شو فيها يا شذا يا جودي؟ طلعي شو اخده هي؟ أس. فإذا بدها تاخد أس، ولما بيكونوا اسمين بدها تاخد أس أوتوماتيك ما يعني. أوكي؟ تمام. طيب رح نطلب من مين اسا؟ روان. يا روان. أيوة بس حضرتك. روان اندرابو، شو بدنا نحط محلها؟ هيدي الثالثة رقم ثلاثة.
دي هتبقى ال اللي هي letter C. برافو عليكي يا روان. لا تمام، مبسوطه منكم كثير صبايا. طبعا الارقام كمان راجعون لانه حيكون في جزء من الارقام. اوكي، لوين اخذنا نحن يا صبايا وشباب؟ 20 لل20. خلينا لل20 نشرح زيت شيء هلا اليوم. هول كلهم ما بيهموني لانه هدول بس بالنطق وبالكلام، فما راح يهمني اعملهم. ما عملنا هون الالوان انسوا، هون هون لو فيمينان ديز ادجكتيف دي كولور. هلا اي صفه يا جماعه، اي صفه، اي اسم له علاقه ب قبله في برونون في ارتيكل اي شيء لازم يتبع الاسم بالتأنيس بالمذكر بالجمع، يعني فيمينان وبلوريال وماسكولين والى اخره. طيب انا كيف بدي اعرف؟ هلا لون فير يلي هو اللون الاخضر، لما انا بدي احطها بالمؤنث بزد لها او، وبالتالي لكي يتم اضافه او. الجري نفس الشيء زد لها كمان او. الجون هي اوريدي اخذت او يا شباب ويا صبايا، هي اوريدي اخذت او، فاذا انا هون ما فيني زد لها شيء ولا شيء، بخليها مثل ما هي لانه ما معقول احط اثنين او ورا بعض. روج نفس الشيء، بلان بدها تصير بلانش، فيولي بدها تصير فيوليت، مارون بتدلها مارون لانه هيدا ستاموكي انفاريابل يعني لا يتغير ابدا، واورانج بتدلها اورانج لانه كمان كلمه اورانج هي انفاريابل. اوكي اوكي، يعني دلوقتي اللي هو الصفات الشاذة دي والصفات اللي تتغير هي هتفضل كده، هحفظها على كده صح ولا صح؟ بس طبعا احنا هون عم نحكي يا شاذة عن صفات الالوان، يعني مش عم نحكي عن الصفات مثلا طويل وقصير وناصح وضعيف وحلو وبشع وذكي، لا احنا عم نحكي هون بس عن الالوان، يعني كل هذا اللي درسناه درسناه عن الالوان فقط. ايه بس هو كثير شبيه على فكره بالاشياء الثانيه، يعني هلا يمكن يقطع معنا اكزرسيس كمان هو ما خصه بالالوان، يعني خصه بالصفات ككل، فكمان راح نراجعه. مثلا اعطونا هيدا الشيء، قالوا لنا لما انا بدي اقول اللون الاحمر او اللون الاخضر، فبتكون الكلمه اللون يعني فيرت او احمر تتبع لا كولور يلي هي اسم مؤنث وبالتالي لازم انسها. اما لما بقول انا بحب لو فير الاخضر، فاذا هون بده يكون هو هذا الاسم هو اصلا مذكر، لون هو مذكر. متى بصير مؤنث؟ لما بحط قبله كلمه لا كولور. اتفقنا يا جماعة؟ تمام. يلا هلا رح نعمل اكزرسيسات كل واحد بدوره. هنبلش مع شزا. يلا يا شزا. تمام. ندى تيشيرت. اوكي. تيشيرت. انتبهي. تيشيرت. اوكي. طيب. يا هل ترى بختار بلانش ولا روج ولا فيرت ولا بلو؟ ثانية. هلا ليكي ليكي رح اقول لك شغله، رح اقول لك شغله تتفكري فيها بطريقه اسرع. تطلعي على الكلمه. اوكي. هي مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. مذكر، برافو عليكي. طيب هون صيغه تأنيث ولا مذكر هيدي؟ شو؟ نمبر A دي هتبقى دي مؤنث، ونمبر B حطها؟ لا. لا. غلط. تانية. ونمبر بي مؤنث برضو روج. ليش هي انت بتشوفيها بالعادة لكلمة روج يا شزا هيك روج من دون او، هيك بالعادة بتشوفيها ولا هي اوريدي اخدي او؟ تعي نطلع لفوق. هي اوريدي واخداها، يعني هيدي بتنفع على الاثنين، فاذا ما فيني اقول عنها لا رح اتركها. بس هكمل فيرتو. تمام. شو هاي؟ هي من اصلها ولا زايده؟ لا المفروض بتبقى في العاده، لا زايده. زايده هون، فاذا هيدي ما فيني احطها لانه هيدي مؤنثه فور شور. تمام، شوفي لي اللي بعدها يا شذا. بلو. تمام. بلو زايده. زايده، فاذا اي وحده بدي احط يا شذا؟ بحط ليتر بي. لروج. تمام. جودي نفس الطريقة، يلا اللي عملتها شذا بدك تعمليها. بنطلع على الكنزة، قال على الكلمة اللي أنا عم بحكي عنها جي اون بلوز. يلا يا شذا، يا بردون جودي،
إن بلوز هي مؤنث ولا مذكر؟ إن مؤنث. برافو عليكي. طيب هنمشي واحدة واحدة يا جودي. مارون تنفع ولا ما تنفعش؟ مارون مش بتتغير يعني بتنفع للحقتين صح، بس ما راح احط لها اتاكد من الباقيين. طيب بلان هي بصيغه المؤنث ولا المذكر على علمك؟ اذا كانت هيك اخذ السي بس بالاخر. مذكر. فاذا ما فيني احطها. فير صيغه المؤنث ولا المذكر يا جودي؟ مذكر. ما فيني احطها كمان. فيولي لا برضو مذكر، فاذا لا بقدر احط لها هي ولا هي. لا نزلت لتحت، سوري يا جودي، انا عم بحكي عن فوق وعم بشتغل تحت، بس معلش لانه ليكي انت كلمتك هي لا كولار فكمان مؤنثه، فاذا هول الثلاثه بشطبهم وبحط مره. تمام. يلا يا روان. تمام روان. اسمح حضرتك. يلا حبيبتي. ايوه اوكي روان. تمام. البلوز هي اربعة. شو حبيبي؟ ولا رقم اثنين لان انت ما حلتهاش. لا لا انا قطشت اثنين بالغلط. تمام، لان في واحده من اللي فوق انت ما حلتهاش. صح صح. اوكي ماشي. اوكي انه بلوز هي مؤنث ولا مذكر يا روان؟ دي مؤنث. اوكي مؤنث، برافو عليكي. طيب فاذا بلو الاولى فيني حطها ولا لا؟ لا لا، لانه هي بالمذكر. ثانية نوار. بالظبط. لا برضو هي تبقى لتر سي. صح برافو. يلا يا محمد. محمد حضرتك. يلا يا محمد. نمرو كاترة عم نقول لا كاسكت. لا كاسكت اذا مؤنثي ولا مذكر يا محمد؟ مؤنث. اوكي محمد بقدر احط اول وحده شيء؟ لا لا لانه مذكر. تمام بقدر احط الثانيه؟ ليه؟ وين علامة التأنيس فيها؟ زياد. لا زياد. ما فهمت يا محمد شو عم بتقول، شو قلت؟ المفروض يعرس اللي مش بينضف لها ايه. ايه صح، يعني صح. ما بقدر احطها، يعني هي منها مش مؤنث، ما بقدر احطها. طيب تعال نكمل يا محمد. بلو. تنفع هذا كله بحل في اللي تحت. شو محمد؟ انا ده كله بحل في اللي تحت. محمد علي والله ما عم بسمعك يا محمد. صبايا اذا حدا سمع شو قال محمد بليز يقول لي. لتر بي. دي دي دي. اوكي اوكي يا محمد اوكي تمام صح يا محمد، لانه سي اتش اي هي علامه التانيث. مثل حضرتك بيقطع. ثواني بس لقلبه على الانترنت الثاني دقيقه. هلا صوتي منيح يا صبايا؟ تمام. يلا صبايا انا قبل ما اكمل هذا الاكسرسيس بس بدي اتاكد انه انا اذا خلصت كل شيء ما لا ايه، فخليني انزل يعني نحن فينا لا ما خلصت. اوكي فاذا رح وقف هلا هذا الاكسرسيس اللي فوق، وخليني بس لكم شغله صبايا وشباب، لتقدروا تعملوا هذا الاكسرسيس بدكم تكونوا كثير منيح حافظين هذا التيبل. تمام تمام ماشي يا شباب. فاذا هيدا التيبل كثير كثير مهم انكم تحفظوه، لانه من دونه ما رح تعرفوا تعملوا هيدا الاكسرسايز. رح نكمل، رح ننتقل يا شباب ويا صبايا هلا على الفيرب يلي هو الفيربات دو بريمي جروب.
قلنا الفيرب دي بريمي جروب هو الفيرب كي ستيرمين بار او ار وبيان اي ار. ليكون عند تقديم النفس نستخدم الافعال التاليه سابلي افوار ابيتي امي، هول منهم ما مخصهم لما بدكم كنت تقدموا حالكم. للحديث عن الاسم نستخدم سابلي، لما بدي اقول شو اسمي بستعمل الفيرب سابلي. طبعا اخذنا هيدا الفيرب يا صبايا ولا ما اخذناه هيدا؟ ما اخذنا الاربع فيرب كلهم وحلينا عليهم. تمام. فاذا جو مابيل او، واذا بتتذكروا قلت لكم مع جو في ام، مع تو في مع تو في تي ابوستروف، مع الايل والال او بقى سو سو او، نو في نو تاني، فو في فو تاني، وال افيك اس ال افيك اس اس ابوستروف. هيدا اي متى يا جماعه بنلاقيه؟ لما بيكون في عندنا هيدي الاس قبل الفيرب او سو او سو. تمام. وطبعا الترمينيزونات تبعوتهم، الترمينيزونات تبعوتهم هن نفس الترمينيزونات تبعيت الفيرب بريمي جروب. يعني لاحظوا او اس او او ان اس او زد او ان تي. انت بتطول فيها، يعني بتطول فيها. يلا الور، نفس الشيء عندي لو فيرب امي، عندي لو فيرب ابيتي، وعندي لو فيرب افوار. كل ما كنا حافظينهم يا صبايا قد ما تحركنا، قد ما عملنا اي اكزرسيس، طالما انا حافظتهم ما في اي مشكله. فاذا يلا رح نعمل هيدا الاكزرسيس هلا. بس قبل ما بلش بالاكزرسيس بس بدي اتاكد في شيء اسا لازم انا، لا احنا هون ما اخذنا شيء صبايا شباب صح؟ شذا اخذنا شيء منهم ولا لا؟ لا 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 لا، حضرتكم شرحتيهم قبل كده، بس اللي هو بس انه هاي بارتي انا ما شرحتها. لا 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 ما شرحتهاش. تمام تمام اوكي يلا. عادي حطه. يلا يا صبايا رح نبلش كل مرة مع شازا، حنغير هالمرة. هالمرة رح نجرب بلش مع روان. يلا يا روان. روان كوكو. روان روان هربت، روان طلعت اصلا. عن جد مش موجودة، انا عم بحكي مع حالي اصلا، بس هي كانت موجودة على فكرة قبل، هي سمعت اسمها هربت. متعودين علي، مش هجاوب برضه. جود اللي هتجاوب، انا مش مجاوبه مرات. ايه البيعه دي؟ يلا. لا لا ايه بس على الطرف. يلا محمد رح تبلش انت بليز. يلا يا محمد. ايل مرتا. فاذا محمد بختار سابيل او نو زابلو او ان اس وزابلي او زاد ولا تابيل او اس. يلا يا شاطر. نو محمد هلا انا اللي مش عم عفوا يا محمد. مرتين دي اي اس ايه؟ هو بيسال مرتين دي ايه يا مس؟ مرتين هو اسم، اسم علم. هلا ليك ما بيهم هو المرتا. محمد ركز معي شوي. لتر دي، لتر دي. ركز معي شوي محمد، انا ما بتطلع على مرتا، انا بتطلع على اول شيء البرونو. البرونو هو ايل، ونحن حافظين يا محمد مع جو او مع تو او اس يلي انت عم تقول عنا هيدي مع تو، ومع الايل او. فاذا اي وحده بدي اختار يا محمد؟ ايه ايه صح. محمد اعمل لي الثانيه. تو
أفي ولا آ ولا آ ولا أو. محمد أنت حافظ الفيربات ولا مش صح؟ بي محمد راجع الفيربات منيح. ايه بليز مشان تعاد تجيب علامة منيح. الله يرضى عليك. يلا يا جودي. رامي اسامي، رامي اسامي شو بختار لهم؟ افو او ا ولا ا؟ هتبقى letter B. B برافو. يلا واحدة تانية يا جودي. ال افك اس مينا اي ايا، فاذا شو بحط؟ سبل انت، سبل او، مبل، تبل. هتبقى letter A. اي تري بيان برافو. يلا يا شازا. تمام. ليه يا اي كميل ام ليمات؟ اي ام منهم؟ امي ام ام ولا ام انت؟ ام انت. هي لتر دي. وي اكسلنت. حنكمل. يلا يا شازا واحدة تانية. ضايقة خليني اشيل بس هودي. يلا شازا. احمد اتوا، احمد اتوا ليه؟ هتبقى فو صح. هتبقى لتر دي تي اي اي زد. اكسلنت يا شازا. يلا اجت روان حفوتها دغري تعمل وقت انت. انتوا عندكم حصه بعدي صح؟ اه يلا انا على الوقت بخلصكم، ما تعتلوهم يعني عالدقيقه منكم خالصين. يا رب روان يعمل كونكتنج عنده يا رب. هي تدخل على طول في وشها واحده. حلي. يلا روان نمرويت كومون. يلا ما تخافي روان كومون. عم بمزح معك. لا لا عادي. اوكي كومون شو بختار؟ تابل انت ولا مابل ولا تابل ولا سابل؟ ركزي عندي تو. تابل. برافو يا روان. والله جاي روان لتر سي. والله جاي روان درستي وجيتي. لا والله انت فصل. يلا تيو اباري. طيب بختار ابيت انت ولا ابيت او ولا ابيت او اس ولا ابيت او زد؟ لكن تيو تيو يعني كأنه هو. شو فيني حط محل تيو أم برونو يا روان؟ أي ضمير بقدر حط محل تيو؟ تيو يعني هو يعني إيه أساساً الكلمة عشان ما أعرفوش؟ تيو تيو اسم صبي. شو بقدر حط أي برونو محل؟ أوكي تبقى إل اللي هي إل. برافو عليك. فإذاً أي واحدة بدي أختار بينات هيدول؟ هتبقى لتر بي. اكسلنت برافو. طيب انا حعمل اخر تنتين يا صبايا وشباب مشان ما تزعلوا. جو ادل. طيب بما انه عندي جو فاذا انا لازم تكون اخدي او ولازم تبلش بام، فاذا جو مابل. يلا يا محمد اعمل لي اللي بعده. جي ابوستروف بختار افو اي ا ولا ا؟ ليتل بيرز. بي اكسلون يا محمد برافو. فاذا شباب وصبايا انا اول شيء عن جد بدي اعتذر منكم على التاخير اللي صار اليوم، بس وحياة الله يعني كنت انا برا البيت لامر كثير ضروري وكنت يعني طايره. اوكي فاول شيء بعتذر منكم على التاخير اللي صار. ثاني شيء بتمنى لكم كل التوفيق وبتمنى منكم انه تراجعوا لانه المسابقه على الاغلب هي بكره. اذا بتحسوا صعب اني اعملها بكره بشوف إذا بقدر أخر لكم إياها، بس أنا حاطة موعد بكرة بس منو شرط إنه يعني يمشوا على البروجرام تبعي، لأنه قلت لكم بدهم يعملوا مثل برنامج أو جدول لما يكون في أكثر مسابقة بالنهار الواحد. ف إذا اعتمدنا على بكرة ونبعت الجدول على أساس بكرة كان به، ما بحسهم صعبين وانتم كلكم صرتوا بتعرفوا كل شيء، بس بليز ركزوا يعني بالجمله ركزوا. ركزوا شو هو السوجي، انا شو لازم احط، على شو عم برم، لانكم والله بتعرفوا كل شيء. تمام تمام وبون شانس ان شاء الله.
لانه نحن حتكون المسابقه بحصتنا، يعني نحن حنفتح كاميرا سوا، رح اعمل شير للمسابقه سوا، رح تفتحوا لي كاميرا، ما ضروري اشوف وشكم، بس انه ام واي يعني اشوف شو عم بيصير، انتوا وين قاعدين، كيف يعني عرفتوا كيف، وطبعا بعطيكم وقت محدد وعلى الوقت ما نخلص. اتفقنا؟ باذن الله. تمام. يلا موافقين، واي حدا بيراجع وبيحس اي شيء ما نفهمه بليز ما يتردد يحكيني خاص. لو ما رديت دغري بيكون عندي صفوف، بس لما بقدر حرد. اوكي؟ تمام. يلا اوريفوار يا صبايا وشباب. اوريفوار. اوريفوار. اوريفوار.